يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انتم عم تشوفوا بداية اليوم. ام حسين كيفك اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين بخير، وشوفتك احسن واحسن الحمد لله رب العالمين. والله وانا بالاكثر. لكان عندنا هون اليوم بطاطا مسلوقه، لنشوف ام حسين شو رح تعمل لنا فيهم. بدنا نعمل حلاوه البطاطا فيهم ان شاء الله السميع العليم. هلا بيتفاجئوا شو حلاوه البطاطا. هلا بتشوفوا الخطوات وبعدين بتحكوا علي. لكان هلا رح نقشر البطاطا. هيدي بطاطا مسلوقه رح نقشرها. شايفين هيدي بطاطا ام حسين سلقتها. ام حسين سلقتها لهيدي البطاطا على الحطب. شايفين هي طنجره الحطب، ونطرتها لتبرد. هلا لنشوف بدها تقشرها وبدها تفرمها وبنشوف شو رح نعمل فيها. بسم الله وعلى بركه الله. نفرم البطاطا بالمكنه. طيب اللي ما عنده مكنه كهرباء ام حسين كيف بيفرمها؟ بيندق ودق، وممكن بالمبرشه. حتى فيك تفقشيها بايدك اذا كانوا مستويين وسخنين، دغري بينعملوا معك بالمبرشه. مظبوط. إذا مسلوقين هلا وبعدهم ساخنين وعم يطلع البخار منهم بالإيد بالشوكة. هيدو تخيط صح، يعني من عنه ضروري المكنة، بس نحن موجودين الحمد لله بنشتغل فيه. الله سهل علينا الحمد لله. الحمد لله. حط مي بس مشان الله الله الله. والله كمية قليلة من الماء. على بركة الله. شفتي ما شاء الله كيف كأنه جبنة. ايه شايفين قوامة كيف؟ هيدا هسا تكون سخنة يا ست ليلى، كانوا بيطلع كمان بمغطس أكثر من الجبنة. شفتي؟ بسم الله، عن جد كأنها جبنة موتزاريلا هيك عم بتشط وبتمط. حتى نفس اللون. مزبوط. يعني تقريبا قد ايه كميه البطاطا يا ام حسين؟ تقريبا شي كيليان بطاطا. تقريبا كيليان بطاطا. هلا اللي ببده في يعمل كميه اقل اذا عدد افراد عائلته اقل. حسب الافراد. ايه حسب افراد العائله. جهزنا نحن هلا العده كلها هون قدامنا، السمسم، السكر، جوز الهند. انا كثير متحمسه يا ام حسين لشوف هيدي الحلاوه المصنوعه من البطاطا المسلوقه هي شو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بعون الله تعالى. بعدنا مستمرين بهذا الصوت المتاري اللي عم بيقص الحطب. اسمه متاري يا ام حسين؟ صحيح. بدي اقول يا مرت عمي، اخذ على لساني يا مرت عمي. الله يوجه له الخير، هذا دليل على اني قد ايه اشتقت له لمرت عمي. بسم الله حبيبه قلبي. بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يحفظك. بسم الله وعلى بركه الله. كنت عم بسالك هذا اللي بيقص في الحطب يلي صوته معبي الحاره شو اسمه؟ اسمه متار. يلا لنكون مع حلاوة البطاطا. هون تقديريا قد ايه عندنا بطاطا ام حسين؟ عندنا تقريبا شي كيليان بطاطا. كيليان بطاطا تقريبا. لنشوف قد ايه عم تحط لهم سكر. بنحط لهم كبايتين سكر. كبايتين يلي بنشرب فيهم عصير. بنحط هذا جوز الهند. او حبايب قلبنا يلي بالخليج بسموه المبروش. مبروش جوز الهند. مبروش جوز الهند. نحن هيك كمان بنقول مبروش جوز الهند. نفس الكبوية بنقدر فيها بنكمل تقدر فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. لكان كيليان بطاطا مسلوقة، كبايتين سكر، كبوية جوز الهند، كباية جوز الهند. كباية وحدة؟ ايه نحط لك كبويتين كمان، كل ما كترتي لك كل ما كان اطيب. اه فينا نزيد يعني كبويتين. خلينا عندك. رح صور لكم كل التفاصيل مشان اذا عملتوها تطلع صح. معك تطلع كبويتين. ايه تطلع مزبوطة 100%. كبوية سمسم. سمسم او الجنجلان. كباية كاملة. ايه كمان فينا نزيد بعتقد. فينا نزيد. ليه ما فينا نزيد؟ هلا هي في شيء نص كبايه نزلوا على جنب الكيس. هلا هني كله ليه والله. بس اطيب اطيب. حسب الرغبه بقى. لا طيب السمسم. ايه كثير طيب السمسم، بطيبها كثير. صحيح. هاي مواد الجافه تقريبا خلصنا. هي القنينه هون ما تفكروا هالشيء، هيدي مي زهر مي ورد؟ هذا ماء ورد وهذا ماء زهر. ايو المي ورد؟ هذا ماء ورد. اه فكرتها مي. نحركها شوي اول شيء. انت حاطه المي ورد بقنينة ال ايه هذا اللي انا عملته علي، بغسل القنينة منيح والله ونشفها وبحطهم فيها لأنه بعمل بالكمية. اللي بده مي ورد يطلب من عند أم حسين.
يا سلام يا سلام، والله الكل بيتمنى يا ام حسين، والله يا ام حسين الكل بيتمنى، بيضلوا يسالونا انتوا اذا بتعملوا مثلا او بتبيعوا او هيك. كذا مره انا حكيت، وحتى هيديك السنه لما كنا عم نعمل الموني سوا وصورت لهم، كتار طلبوا انه يا ريت لو فينا نشتري، يا ريت لو تعملوا لنا. ما بعرف انا اذا هذا الشيء عن جد بهمكم اكتبوا لنا بالكومنتات، لانه انا قلت اذا كان في طلب. حطينا مي زهر ومي ورد، تقريبا ملعقتين طعام بملعقتين طعام. هذا شو؟ فانيليا. فانيليا هذا بيعطي نكهه كثير طيبه مثل الجاتو. فاكتبوا لنا بالكومنتات اذا انتم بتهتموا بهالموضوع، بنشوف شو بدنا نعمل، بلكي بنخصص رقم تليفون، نوصل لحل باذن الله. اكيد نوصل، كل شيء له حل باذن الله. هذا شو؟ هذا بيكنج باودر. بيكنج باودر او خميره الحلويات. انا بقول له بيض الموضوع. يعني قد ايه انا عاملي حلو؟ قد ايه انا بحياتي عاملي حلو؟ انه حلو بالبطاطا المسلوقه يعني كثير لفتت لي نظري. لفت زيت ما بدنا كثير، لا كبوي ولا نص كبوي، هيك رشه صغيره بس شي تعطيها تعدل النكهات وبس. تقريبا ربع كبايه تقديريا. الله ريحه الفانيليا طلعت. فانيليا عن حسي كانه ريحه جاتو. هذا الجاتو الشاي اليومي يلي بنعمله، مش بناكله حد الشاي. والطحيني. الطحينة ترجم لكم شو يعني طحينة، ولا رح يطلع لي حدا بالكومنتات يقول لي ليلى خلص ملينا حفظوها، فهمنا انه طحينة يعني رشي. والله انا كل ما بحكي اذا ما بحكي بيطلع لي حدا بالكومنتات بيقول لي ليلى شو يعني طحينة. بحكي ولا يهمك ما بيأثر. حياتي حبيبة قلبي يا ام حسين. شرحة منيحة. قد ايه بنحط طحينة؟ رشة صغيرة ما كثير. رشة صغيرة يعني قدر ملعقتين طعام؟ تقريبا. هو يعني هيدا كان ربعه يعني يمان ومتلين. ايه هون نبلقته كله نزلوا تقريبا منا تقريبا ملعقة طعام، وقبل شوي كمان حطت ملعقة، صاروا ملعقتين طعام ان شاء الله. والحمد لله اكيد دايما قبل ما نبلش الطبخ يعني بتيجي كثير، مش كثير لا والله، كومنتات كثير قليله انه ليه ما بتلبسوا كفوف قبل وبعد واثناء، وليش ما ليش بتشتغلوا بلا كفوف؟ لا بالعكس، ست البيت لما بدها تشتغل لاولادها لبيتها ما في احلى من انه تكون ايديها نظاف وتشتغل بايديها. البركه بركه بالله، بيطرح البركه بالدنيا. اصلا الكفوف منن صحيات. انا ما بحب الكفوف سبحان الله. هيكش يعني اجمالا انا على فكره انا من الناس اللي بلبس كفوف، انا من الناس اللي دائما حط الكفوف بايدي، بس ليه؟ لانه انا صاحبه محتوى، وكثير اوقات انا مستعجله يعني انا ما بلحق اني اغسل ايدي من العجين وهيك، وبتكون الاضاءه وبكون الكاميرا والبطاريات، فبضطر اني البس كفوف. بس اجمالا لما بدي اعمل اي وصفه بالبيت بدون تصوير اكيد انا بشتغل بلا كفوف، بشتغل بايدي، و يعني ما بشتغل بالكفوف لانه ايدي وسخين، لا بحط الكفوف بحط الكفوف حتى ايدي ما يتوسخوا تيكون شغلي سريع. بس هي النقطه حبيت اوصلها، وحابه انتم تكتبوا لي رايكم اذا كان انا معي حق ولا عندكم راي ثاني ولا لا. انت شو رايك يا ام حسين؟ انا بوافق 100% لاني انا ما بستعمل الكفوف، ما بعرف، انا رايي مجروح حياتي. شهادتي مجروحه مثل ما بيقولوا. هلا بدك تدوقي لنا الطعمه كيف هي، هي لا فيها بيض ولا فيها شيء، يعني بتتاكل بطاطا دوقي لنا اياها. هلا هي شو هي بتنحط بالفرن؟ ايه بنحطهم بالفرن هلا. ايه قولي لنا اياها نعملي معروفه يا ست للوز، ما في لا بيض ولا في شيء يعني ما حدا. ايه ما فيها بيض يعني عادي الواحد تندوق. وانا على قلبي احلى من العسل اني دوق، تعرفوا ليلى انتم. بسم الله. ما فيها طعمة بطاطا. ليه متى كيف بدنا سكر؟ ابدا ما فيها طعم، فيها طعمة كنافة. كنافة الكزبرة تقريبا. ايه اختفت طعمة البطاطا. لنشوف هلا بعد الشوي. لا انا متحمسة. هذا شو؟ هذا كعك مطحون. كعك مطحون يعني بقسماط. لا على سبيل المثال ما في كعك مطحون يا ام حسين، شو بنعمل؟ ما في، بنطحن، بنجيب كعك هيدي بنطحنها. على بنجيب كعك وبنطحن، وحتى لو ما حطيتيه ما بيهم، ما بيأثر، افترضي وحدا ما عم. فينا نستغني عن هي الخطوه. ايه فيك تستغني. تقديريا يعني قد ايه بنحط هيك بكعب الصينيه؟ رشي رشي هيك شيء نغطي الصينيه كلها سوا. حسست على مبدا الكنافه بس بدل الكنافه بطاطا، بدل الحليب بطاطا. اها هذا يعني الواحد اذا ما عنده حليب ما عنده مكونات اقتصاديه الارض بعيد شو بيعمل؟
يلي شو؟ واحد عيلة بطوطة وبده يجي عباله الحلويات وما في لا حليب ولا 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 شيء من هالآلة الحليب بيجي بيعمل هاي الشغلة. ومكونات متوفرة. مكونات متوفرة هو قاعد عم يفلح هالبطوطة بشيل من هالبطوطة وبيعمل حليب. وبعتقد قادرين يستغنوا عن الصمصام. ايه أكيد عم تجي كله فيك تستغني عنه، كل شيء فيك تحطي بطوطة وسكر وقطر. بطاطا وسكر؟ واللي قلنا مع المونات بدك الاساسيات، اعطينا بس الاساسيات بطاطا وسكر وماي زهر وماي ورد بس والباقي فينا نستغنى عنه. الباقي كله بقى تستغنى عنه. الله حلو. وهذا بقى صور حسب الذوق والرغبه، كل حدا كيف بيحب يدلله للاكله كيف بيقولوا القدره. تعال نشوف. حط كل الكميه بصينيه واحده. ايه اما الصينيه منيحه ما شاء الله. اوكي. لا ولاحظتوا انه الكعك خلال البطاطا ما تلزق بكعب الصينية. هلا هي اجمالا البطاطا بتحسوها بتلزق. هلا انا بمدها بالزيت. بس ايه الزيت كتير بيسهل الشغل. صحيح انا بمدها بالزيت مشان ما بس هلا قدر ما فضيت بس. هذا الزيت كتير بيريح. بسم الله. ببطل عجينة البطاطا بقى تلزق. تقريبا سماكتها فينا نقول يمكن شي 2 سنتيمتر ونص. تقريبا. هلا صار فينا نقوم نشعل الفرن ونحطه. هالصينية الجميلة رح تفوت على الفرن هلا، يعني حتحطي شي على وشها لسا ام حسين؟ لسا بدي رشلها شوية كعك. كعك على الوش كمان. ومنشعل الفرن من فوق ومن تحت؟ ايه. عشان الكعك يتحمص، لأن أنا ما حمصته ولا. عشان تطلع ملساء. قدر الإمكان بواسطة الزيت، شايفين أبداً ما عم بيلزق على إيدها لأم حسين، فرجينا إيدك أم حسين؟ أبداً. نقطة زيت قدر ملعقة شعر. كل شيء له دواء. اي والله كل شيء له دواء. يلا هلا شو بنعمل؟ بدنا نرش الكعك. وعلى بركة الله. إذا ما عندكم الكعك المطحون وعندكم هذا الكعك الطويل يلي بنغمسه بالشاي وبناكله، فينا نحطه في الرام الكهربائية ونطحنه. صحيح أو ندور. إيه كمان بيمشي حلو. كله منيح. أطيب صينية حلو. بهالضيعة بهالطقس الحلو المنعش، في قرصة برد بهالأيام يا جماعة، فبتحسوا هالصينية الحلو من بعد وجبة غدا هلا ضروري جدا، او هيك على العصرونية مع كباية زوفة غير شكل، عن جد غير شكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن درجة حرارة الفرن 180، شاعل الفرن بدن تقريبا شي ربع ساعة، شاعل الفرن من تحت ومن فوق بدو ربع ساعة؟ تقريبا ايه والله. شيء يتحمص الكعك من فوق ومن تحت. لا انا مصدومة من هالوصفة، يعني حتى ما بدها وقت. يلا بنسكر. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نشوف كيف صار. ما شاء الله. بس ما اخذوا ربع ساعة يا ام حسين. ما بياخذ لانه هو البطاطا مسلوقة. يا دوب يعني عن جد بتصدوا اذا بالكم ما له 4 دقائق، حتى ما له 5 دقائق. اوكي لك يا سيد تايمر محلي. لسه التايمر عن جد لسه ما عمل. وقف الله محينا شر الكتاب. بتتركيه بقلب الفرن؟ ايه خليه يبرد معه ما بيأثر. خليه. بسم الله وعلى بركة الله. هلا هي ام حسين طفت الفرن وتركتهم بالفرن قال مشان يبردوا. بس نحن ما بدنا نغيرهم. بس الفاميليا كلهم منهم قابلين. قبل ما يبردوا. بدهم ياكلوا بدهم يدوقوا. نحاول ان شاء الله نقطعوا لها وبدهم يكونوا طرية. هلا هي البطوطة بالاجمال بتكون هلا طرية، بس تجمد كل ما جمدت كل ما تتماسك. كمشيت. شفتيها؟ شايفين كيف بيكون قوامها؟ رح تكون هيك بس طيبة رائعة جدا. يفضل انكم انتوا تنطروا عليها لتبرد، حتى تبرد صح تطلع معكم القطعه مربعه تماما 100% ان شاء الله. ما شاء الله. احنا عارفين النتيجه عايشه لانها السيها سخنه. والله يا ام حسين شكلها بشهي. خدي دوقي لنا اياها نعملي معروف. هاد لندوق. بسم الله. بدي اعطيكم رايي. هلا انا دقتها قبل ما تنشوى بالفرن، عن جد كانت طيبه ليكل قوام. ريحتها من ريحة الحلويات يلي بناكلها برمضان حقيقة، ريحة الكنافة، ريحة هيك قصص. بسم الله. وحياة الله طيبة دوينا، مع انه ابنها لأم حسين. ألف عافية دوق. شو رأيك يا حسين؟
حط لي لايك بايده، استحى ما بيحكي قدام الكاميرا. ام حسين شو هيدا؟ طيب عجبتي؟ انا شخصيا حاعتمدها عن جد، وخاصة بحسها بتلبق اذا رايحين هيك جامعات مع عائلة في اعداد كبيرة، ومع عندك الحليب، ما عندك قشطة، ما عندك شيء، كله بتلاقيه متوفر بالبطاطا، البطاطا على طول موجودة بالبيت. فعليا عن جد يعني اذا ما عندكم اي مكون بالبيت، ما عندكم الا بطاطا وسكر وشوي تحلو بتلاقوها موجودة وشوية فانيليا، مشان هيك يعني ها تعطيها نكهة، حتى انا برأيي بدون مي ورد ومي زهر، شوية فانيليا تاكلوا أكلة حلو. لك الله يسلم دياتك يا أم حسين، عن جد عم تبهريني. أهلا وسهلا. أول مرة ما بعرف إذا حضرتوا الفيديو يلي نزل قبل هلا، لا مش قبل هلا، اللي قبل هلا كانت عن كبة البطاطا، عن جد يا أم حسين كانت خرافية. راحت أم حسين قطفت النعنع والبقدونس والبصل من الأرض والحبق، أكلنا كبة بطاطا غير شكل. عن جد هيدي الاكلات اللي كانوا عليها اجدادنا وستاتنا قبل يا ام حسين، الحمد لله رب العالمين. عن جد هن البركه فيهم. بعدنا عن هالاكل بلش المرض يزيد، لسنا نجيب الخالص والدليفري والمدري شو بيقولوا له، وهذا كله بلش الامراض تزيد، ما كنا نعرف هالامراض. يا لطيف. ولما بنرجع لهي الاكلات بنرجع نرجع للبركه، الحياه الطبيعيه. ايه والله فعلا عن جد الحمد لله. فعليا عن جد لكان انا لكمل صحني لانه لا يقاوم، بتاكلوا لقمه ترجع بتقولوا لا لسه بدي لقمه، لسه بدي لقمه، حتى لا جبنه ولا لبنه ولا حليب ولا ولا ولا، كله يعني بس غير شكل. جربوها ما بتندموا اكيد. حبايب قلبي مع هالمنظر الحلو وهالطقس الرائع رح لكم، بتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هالفيديو، وطبقوا لها الوصفه الحلوه ما رح تندموا ابدا، كثير طيبه. اكتبوا لي رايكم تحت بالكومنتات، واكتبوا لي لام حسين شو رايكم بهالوصفه الحلو، مو بعرف اذا انتم بتعرفوها من قبل ومجربينها من قبل، كمان قولوا لنا، وقولوا لنا شو عندكم هيك افكار للحلويات بتنعمل عن جد هيك من اشياء من البيت. يعني انا بستفيد منكم ومثل ما انتم بتستفيدوا مني، انا كمان تاكدوا انه انا كمان بستفيد من افكاركم. فاخر شيء بدي اقول انه ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك اذا عجبكم هالفيديو، وكبسوا على زر الاشتراك الزر الاحمر يلي باسفل الفيديو مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، تنكبر هالعيله الحلوه اكثر واكثر. واخر شيء بدي اقول اني بحبكم كثير، وبنلتقى بفيديو جديد باذن الله. باي. طقس غام وضباب، طقس اكثر من رائع. لك هالطقس يا هادي، طقس شتوي بامتياز، تقول كأنه نحن بكوينين، مش بس بتشيرين لا بكوينين. سبحان الله. بابا شكت لحظة. نعم. شكت لوحة ضيعة. فين اللوحة الضيعة؟ أنا اللوحة الضيعة. ليش أنت وين يا مودو؟ ما أنت هلا بالضيعة. أنت هلا منك بالضيعة يا ماما؟ بلا أنا بالضيعة. إيه بتحب الضيعة؟ لكي برد ها؟ آه؟ برد. الهواء تلج مش بس برد. نعم.